أطفال ومواهب نحن، كلماتنا نطقها نحن، نجدو حتى يقف الزمن يتمايل فرحا وسرورا. أطفال ومواهب نحن، كلماتنا نطقها نحن، نجدو حتى يقف الزمن يتمايل فرحا وسرورا. أعزائنا المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم معكم على الهواء. حلقتنا في هذا اليوم متنوعة، لدينا ضيوف من كل مكان مشاركون معنا في هذه الحلقة الشيقة. نسعد بصحبتكم اليوم في العديد من الفعاليات في هذه الدقائق، ولكن قبل أن نبدأ الحلقة لدينا ضيفة من القصيم تريد أن تقول كلمة للقناة، فنأخذ الكلمة. إنها نجود، دائما متابعة للزهرات. نجود تفضلي، يلا المايك عندك، تفضلي يا نجود. فهد أنا أتابعها من تقريبا عمري 7 سنوات. جميل. أنا يعني خلاص كبرت كذا، بس أنا مواصلة مع القناة لأني أحبها، ومستحيل يعني مستحيل أخليها، لأن أنا حبيتها من صغري وكبرت معها وأتابعها وأتعلم منها وأخذ منها فوائد وأتابع البرامج، حضرت حفلاتها، وأتمنى أني يعني أحضر حفلات أكثر. و ما ليش أقول والله، بس عموما يا 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 نجود إحنا سعداء بهذه المداخلة الجميلة، سعداء طبعا فيكم يا أهل القصيم، أثبتتم حبكم للقناة، أثبتتم أنكم جمهور جدا رائع، الكل يشهد بجمهور القصيم، الكل يشهد بحفل القصيم، ما شاء الله انبسطنا جدا، الجميع انبسط معنا وكلنا سعداء لما رحنا للقصيم، لكن إن شاء الله بعد زوال هذه الأزمة لنا عودة. شكرا لك يا نجود على هذه المداخلة الرائعة. عفوا. الله يحفظك، إلى اللقاء يا نجود. طبعا كانت معنا نجود من القصيم في هذه المداخلة الرائعة في بداية هذه الحلقة الممتعة. رويدة كل مرة تطفي الكاميرا يا رويدة، ما تبغي البث، تبغي يطلعوك من البث ثاني مرة هذه يا بابا، لا تحرك الجوال تمام عشان ما يطلعوك من الكنترول يا بابا، لا حد يحرك يده أمام الكاميرا. الله يهديكم. نبدأ الآن الحلقة. أولا في بداية هذه الحلقة نذكر بالمواعيد، مواعيد عرض البرامج الجديدة أو الفعاليات من حفلات السنوية وحفلات الوداع، حيث اليوم إن شاء الله من بعد الحفل نبدأ في هذا الأسبوع من السبت إلى الأربعاء من بعد البرنامج مباشرة عرض حفل السنوية 7 لمدة أسبوع، ويعرض أيضا في 10 صباحا موعد جديد لأصحاب الجدول الصباحي، أيضا 7 نعم، أيضا إن شاء الله في الخميس والجمعة القادمان حيعرض حفل أميرة الفن تالا زيلع بمشيئة الله 10 مساءً و10 صباحاً إن شاء الله. كثير من الأسئلة ترددت لنا في القناة عن كيفية الاشتراك. الاشتراك زي ما أنتم شايفين هناك نجمات، النجمات كلهم هم نجمات معنا في القناة، ولكن نجمات رئيسيات، المقصود بالرئيسيات أي أنهم يعيشون معنا في منطقة جازان، ونجمات التميز لهم خصائص معينة، وهم نجمات من خارج المنطقة يشاركون في الحفلات القريبة منهم أو الحفلات الرئيسية، الحفلات الرئيسية مثل حفلات الوداع وحفلات السنوية، ودائما لهم ميزات خاصة، وهم يعتبرون نفس نظام الرئيسيات، بس ميزتهم أنهم ما يحضرون بصفة يومية. ومن ضمن النجمات التميز معنا اليوم ضيفتنا الغالية الرائعة، دائما أهلها الرائعون والمتعاونون معنا، رويدة محمد. كيف حالك يا رويدة؟ تمام الله يحفظك.
أيضا نعيش الآن مع الزهرات لهذا اليوم والمتواجدات معنا النجمة حلا مطر، النجمة دانة مدخلي، والنجمة أيضا ريماس حكمي، والنجمتين أيضا الرائعتين ليان وبيان. كيف حالك يا بيان وليان؟ أخباركم؟ طيب الآن حناخذ منكم عدة مشاركات. طبعا أي صوت يظهر عند ضيوف مباشرة يطلعوهم من البث. الآن عندنا الضيوف اللي كانوا من الطائف في أصوات عندهم وعدم استقرار في الكاميرا، فالآن نفتح الأصوات عندهم. أنا كنت مقفل صوت حلا، كان عندها صوت ودانة، نفتح لهم. حلا كيف حالك؟ الحمد لله بخير. أخبارك دانا؟ أخبارك الحمد لله بخير. دانا توني فاتح المايك عندك، كنت مقفله من أول، في أصوات تظهر عندك ما أدري إيش هي، في حركة بنتمي بالله. يا طيب نشوف اللي جهز لنا مفاجآت واللي جهز لنا حركات وبركات لهذا اليوم. مين اللي دخل ومجهز مفاجآت؟ أنا ما أبغى حد يدخل بث يجلس كذا، لا، الأفكار منكم وإليكم. دانا تفضل يا دانا. عندي لعبة مين كان؟ ارفع الصوت دانا. دانا خلينا نتفق على اتفاق، صوتك جدا بعيد يحتاج لرفع. تفضل يا دانا اسمعي. عندي لعبة هي مين اللي قال؟ راح اعطيكم يعني من انشودة وانتوا تقولون مين اللي قالها. انا شوفي فكرتك حلوة بس ما توقعي تجاوبون لانه ما يسمعوا كويس، لكن يلا نحاول مع بعض نبدأ. تفضلي سمعينا. مين اللي قال على الوفاة ربنا؟ من الذي قال هذه العبارة؟ إذن النقطة الأولى لريماس حكمي، سمعين لها تحية. كلها نحييها. بيان وليان ليش ما حيينا؟ صفقوا بيان وليان. بيان وليان صفقوا يا بابا. أيوه ركزوا معانا نبغى حركة. خلوني أقول، نبغى تفاعل، نبغى حركة، نبغى مرونة. اللي عاجبني في دانا في كل مرة تدخل تجيب مسابقة جديدة، تجيب شيء جديد. نجمة تبغى تنجح، تبغى تثبت نفسها، تجيب شيء جديد على طول. يلا الآن عندك يا دانا، تفضلي. بدينا العام الخامس. سالة. جوري اللي جاوبت. يلا حلو، نقطة ريماس ونقطة جوري. يلا 1 2 2 ريماس 2. ريماس عندها ما شاء الله سرعة بديهة. يلا صفة نبكي قليلة. أنا جوري. يلا يلا يا فارس أكيد. جوري. ثلاثة، ركزوا نبغى سريع. هذا اليوم العذر تحفظ يا ربي. حنين. صح حلو. نصفق مع بعض. حلو. يلا يا دانا آخر مرة، ها أعطينا. لوتي ما شاء الله، جوري عندها سرعة ما شاء الله. حلو الآن اسمعي لغز البنات. يلا ها تفضلي اسمع اللغز من ريماس حكمي. طبعا ريماس حكمي، معلش ريماس خلينا أعرف فيك شوية عشان المتابعين يعرفوا. ريماس حكمي هي نجمة جديدة في القناة، انضمت وقت الحظر، إلى الآن لم تقابل الزهرات، ولكنها أنتجت فيديو كليب، شاركت في الكليبات، تشارك في برامج البث، كل شيء عن بعد، يعني ما في شيء ولله الحمد يعني وقفنا، قلنا ما في مشاركات. إذن أمداها تسجل، سجلت وانتحقت بالقناة. طبعا هي من صامتة من منطقة جازان، الآن شاركت في كليب لرمضان، وشاركت في كليب العيد، وشاركت في كليب هيا نفرح وهي من البيت، شارك في البرامج من البيت زي ما انتم شايفين، ومتفاعلة ولسه ما شافت الزهرات إلى الآن، ولا شافوها إلا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. تفضلي سمعينا اللغز يا ريماس. يا بنات تبيكم حاجة، ما هو الشيء جسمه صغير ولسانها طويل؟ جسمه صغير
يا ولسانها طويل. يلا شوف تكلم حلو. يلا جميل. ها ها، ما هو الشيء الذي جسمه صغير ولسانه طويل؟ وزغ. الوزغ. لا لا تتورطينا زي الذئب. العنش. عنش. لا 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 هذا لا. ما... لا 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 هو ما تقدر حيوان. استنوا استنوا خليني افهمكم عشان ما تورطونا بالاختيارات. هو حيوان ينقز ينقز. حالة حالة قالها. ايش ايش حي... هو عيد اللوز ايش يقول؟ خليها تقول لي. هو شيء جسمه صغير ولسانه طويل. خلاص جاوبت عليه جاوبت عليه. حلو يا رويدة، ايش مسوي لنا مفاجأة اليوم؟ انت دائما عندك مفاجآت جميلة، لا تقول لي لما جهزت. ها ولا نايمة؟ عندي لعبة لما أقول لكم نشيدة تجيبون أول حرف نشيدة ثانية. طيب يلا تفضلي عطينا. مهما قلنا فيها مهما قلنا فيها ألف. أشعلنا سمعة سادس عام. أشعلنا سمعة سادس عام. يلا ميم. ألف أهلا. ميم. ألف أهلا. ميم 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 مقدام ميم مقدام. حلو ايضا ميم. مهما قلنا فيها هي قالتها صح. ميم. ما الاخبار؟ ما الاخبار؟ احسنتي يا دانا، نسمع تحيه لدانا. حلو حرف الراء. حرف الراء. روعه روعه كلها روعه. مين هذا اللي قال؟ أنا. رويدة. رويدة ما شاء الله، من فين لك هذا النشيد؟ تعرفي هذا النشيد تبع مين؟ النجمة الكبيرة نشدت هذا النشيد. رويدة النجمة الكبيرة، مين اللي أنشدت روعة كلها روعة؟ أنا. أنا الله الله يا أنا. يلا ها وش روعة كل حرف التاء؟ تالا 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 قولوا لها تالا تالا تالا. ألف. في عندنا مشترك اشوف اسمين. الف. خلونا اخذ الصوره هنا، ادخل المشترك الجديد. خليكم معايا بس اشوف المشترك الجديد هل نفسه مال الطايف ولا لا. في قلبي. وين هذه؟ لا لازم كذا. يا اللي ده المشترك الجديد مين معنا؟ نفسنا. ايوه ايوه نفسنا. طيب يلا ضبطوا الصوره يا بابا وخلوا عندكم هدوء. طيب يلا شوفوا بسرعه لو سمحتم. قدمي. معكم الان معكم. انا موطي الصوت من عندي اللي دخلوا. ما شاء الله تفاعل اليوم وعودة جميلة. طبعا حفل الثانوية السابعة إن شاء الله سوف يعرض مباشرة بعد هذا البرنامج إن شاء الله بدقيقتين تقريبا إلى ثلاث دقائق. وينكم؟ الله 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 وها هم يظهرون. يلا وين رحتوا؟ يا خلاص لا تروحوا ها، اثبتوا ثابتين. يلا حفتح الصوت، كنت مقفل ها. بفتح ريماس ايضا. انا مقفل. انا ريماس. وين ريماس؟ يا ليان. لا ليان وبيان لا تحركوا، خليه يا بابا. يا ريماس شوفي المايك من عندك مقفل. خلاص من عندنا دقائق. احنا
احنا قفلنا وما انفتح مره ثانيه. ويفتح لكم انت والضيوف. دقيقه انا حرك الشاشه شوي بس. حركات الاخراج الرائع. ثاني ينفتح الصوت بس. هذا الضيوف كيف حالكم؟ الحمد لله. حلو فتح معاهم. هم فتحوا. ايوه. كان من عندكم مغلق؟ يعني طبعا لنا حاجة وضغطنا الصوت. تأكدي يا 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 ريماس. 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 الصوت من عندك اضغطي زر. اضغطي يا بابا اضغطي اضغطي. في زر في الجهاز اضغطيه. اضغطي اضغطي ايوه اضغطي. ايوه افتح الصوت مقفل من عندك الان من عندي مفتوح. ايوه ريماس. الضيوف تسكر. ريماس انفتح والضيوف تسكر. دعنا الصورة عليك خليك كذا شكلك ما شاء الله. ايوه الان كله تمام كله تمام كله تمام. نعود نعود مرة أخرى. يلا يلا حماس نبغى في المسابقات. يلا يا الضيوف أعطونا فكرة مسابقة. أنا عندي. يلا بصوت عالي. أنا عندي. طيب خلينا أنت شاركتي الآن الضيوف ارفع صوتك. طلبات. أسمعك. يلا يا أهل الطائف. الطلبات. الطلبات بس يعني انتوا شغلكم كثير طالبين طلب تجيبوا من قريب. نبغى غير لعبة الطلبات. طيب نطلب لعبة الطلبات لا بأس في ذلك. يلا انا حطلب اول طلب خليكم جاهزين. صغار بيبعدوني. الطلب عبارة عن قطرة العين. قطرة العين. يلا ريماس لازم تتحركي. لازم تتحركين. يلا ممتاز ممتاز ممتاز. الحركة بركة. شكرا يا رويدة. وين هذه اللي ما دانا؟ يلا يا دانا. هانا هانا. يلا يا دانا. 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 حلو حلو. يا ممتازين. يا بيان وليان. لما اطلب طلب روحوا جيبوه. اقول ابغى قطرات روحوا جيبوه بسرعة جوري. الكبيرة جبت قطرة. طيب دقيقة دقيقة خلنا نفهم ليان وبيان عشان أول مرة يدخلوا. بيان وليان شايفها شايفها. بيان وليان إذا قلت مثلا أي طلب الكبيرة تروح تجيب الثانية تناديها يلا بسرعة تناديها باسمها يا ليان بسرعة. عرفنا عرفنا يا بيان عرفنا يا ليان. يلا بطلب طلب. خلاص تمام تمام أوكي إجابة أوكي خلاص. الطلب هو لا سيبي. الطلب هو مشت شعر. يلا بسرعة روح. انت ناديها قولها يلا سرعة. انا جبت يلا حلو حلو حلو. نادي اختك. حلو. المشاركة بعد البحث. هاي نجم. أنا أول واحدة. المشاركة في البرنامج بعد البحث. روحي. بعد البحث. أي أحد يبغى يشارك في البرنامج، يبغى التسجيل، يبغى شيء، لازم يكون يتصل إن شاء الله قبل البث أو بعد البث طوال اليوم، سواء اللي يبغوا يسجلوا، سواء اللي يبغوا يشاركوا، أنا ما أقدر أرد أثناء البث. التحويلة رقم 5. حلا ذكريني بطريقة التسجيل. يلا حلا. زقالة رقم 7000742 تحويلة رقم 5. ومن كل أنحاء العالم؟ ها؟
والرقم الثاني 00882162274106. جميل جدا، حلو. هذا طريقة الاشتراك في البرنامج أو طريقة التسجيل أو طريقة الاستفسار. أعيد وأكرر أننا بالنسبة أوقات الحفلات لا عاد تخفوا الكاميرا يا ليان وبيان، خليكم سريعين. طريقة البرامج إن شاء الله كل يوم بعد الحفل، كل يوم بعد البرنامج يكون حفل السنوية الأسبوع هذا السابعة واللي بعدها السادسة وهكذا، يكون خميس وجمعة نجمة. الأسبوع الماضي كان مال، الأسبوع القادم تالا، حيعرض 10 مساء و10 صباحا. يلا الطلب القادم، ركزي يا بيان وليان. يا ريماس موقف حركة، اهدئي اهدئي، فاهمة قصدي؟ يمكن الضيوف شوية اهدى عشان يعني ملخبطين كده، واحدة تطلع وتنزل. يلا الطلب هو يضحكوا، الطلب هو عبارة عن تيك الأطفال، تيك الأطفال. أنت كل شيء ما في يا ريماس، كل شيء ما في. إلا 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 شفتي تيك الأطفال بيان وليان. حلو بيان وليان، روحوا جيبوا سيكل سيكل. أنا جيب سيكل، هذا سيكل 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 سيكل. بيان بيان زي كذا. يلا ممتازين، حلو ممتازين ممتازين، صفوا لهم يا أكرم. يلا يلا حلو حلو، أكرم أكرم أكرم. يلا يلا طلب، حلو حلو ممتازين. الطلب القادم، الطلب القادم إيش الأحد أنت؟ أقول الطلب يقول الأحد عبارة عن استاذ ابراهيم مالكي. لا لا اسمع الطلب، خلي اسميها احنا زمان. دقيقه انا ببسطها لكم، ركزوا معايا. زمان كنا خيشه من القماش او بقشه من القماش، يعني ملابس كثيره كذا، ما نعرفها، ملابس كثيره مربوطه بشيء واحد. روح يا بيان وليان. لا ملابس كثيره كذا كذا، ملابس كثيره. روحي يا رويده، روحي من الدولب يا رويده. يلا حلو حلو حلو، يلا وا وا حلو حلو. يلا جوري وصلت، جوري وصلت، جوري وصلنا. انا 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 لا شفتوا يا حلا فين؟ انا انا بس. حلو يا ليان وبيان، حلو وينها يا حلا؟ وينها استاذ ابراهيم؟ استاذ ابراهيم بالله بالله شوفوا دانا وجايبه، بالله شوفوا دانا وجايبه. دقيقة دقيقة، استني استني الضيوف، استنوا اهدأوا واحد واحد. اسمع تفضل ايش تقولوا؟ كنا بنجيب. طيب الطلب، ها والله ما اسمعكم لانك بعيدة. ريتاج ريتاج خلاص يا دانا، انت غلط يا دانا، هذه هذا هذا قلنا قماش كثير. يلا يا خلاص يا ريماس، نهدى نهدى يا ريماس. يلا الطلب القادم، تعال يا جوري. الطلب القادم نبغى نجيبه كده. نونو. لا 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 مو نونو، بس 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 مياو بسرعة. بس ما راح تجي تخاف. يلا مين؟ ما عندهم بس بس صغير يا ريماس.
ماس اثبتي يا ريماس اثبتي يا بابا الله يهديك حلو حلا وصلت حلا وصلت حلا وريهم وريهم نتعرف على بس حلا اسمه ايش لالي ها لالي لالي جيب احنا اوريك بالبس تبعنا عشان ما تقولي حاجه هذا بس ليش ارنب ارنب معليش هنا معليش ما بس دالي كم عمره 4 شهور الله يا دالي كدي كدي دالي الصغير طيب يا ريماس اهدأ يا بابا يا ريماس اجلسي يا بابا يا ريماس يا ريماس هتروحي من البث اول بس يطلع في القناة أول بس يطلع بالقناة بس حلا ما إذن في يوتيوب نزل ما هو البس الذي ظهر في القناة وكم عمر حلا البس وما اسم هذا البس هذه مسابقة يلا الآن نشوف شيء يكون موجود السؤال لرويدة رويدة نعم رويدة, رويدة شيء متواجد عندكم أنتم منطقة جبلية ما هو متواجد الآن في المناطق الثانية؟ إيش ممكن؟ فكري يلا ها طيب حملوا الطلب يا ليان اسمعوا كلامي وروحوا بسرعة الكبيرة ليان يا ليان تروحي بسرعة أنت فاهمة؟ ليان الطلب هو عبارة عن صحن من الفواكه صحن فواكه قريب يلا 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 أسرع أسرعوا يلا اساميهم وينهم نشوف مين جاء مين جاء لسه شوفوا لسه مقاعد فاضية حلو ريماس وصلت ريماس ابعدي عن الكاميرا شوي يا بابا يلا حلو ها؟ حلو وصلوا وينك يا حلا مكانك فاضي يا حلا هلا يلا تعال تعال ناديهم اساميهم يلا ابعدي عن الكاميرا شوي اللي لابسه اسود ارجع على الكاميرا شوي يا بابا ايوه يلا طبعا هناك فوائد لأكل الخضروات والفواكه فأكثروا منها دائما نكثر من هذه الأشياء نأكل الخضروات والفواكه لأنها مفيدة للجسم يلا من عنده الآن مشاركة أخيرة أنا أقول كلام ها. جوري تقول عندها كلام يلا نسمع جوري نهدأ كلنا 1 2 3 أحب أقول على تواصلكم معنا وحبكم نبذل الجهود عشان نسمع صوت المواهب ما يهزهم ريحنا في هذا الوباء دقيقة اهدأوا عشان نسمع مع بعض قرب جوري يلا حابة أشكركم جمهورنا على تفاعلكم معنا وزي ما قلنا أطفال المواهب ما يهزهم ريحنا في هذه الأيام وفي هذا الوباء ما وقفنا وقاعدين نشارك وإن شاء الله مشاركاتنا تنال إعجابكم وفي أفكار إن شاء الله وكليبات جديدة على اليوتيوب إن شاء الله في أشياء جميلة مفاجآت جميلة رسائل جميلة حيقدمها زهرات أطفال مواهب كانت الحلقة ممتعة بكم أنتم جمهورنا الأعزاء من كل مكان سعدنا باللي شاركونا جميعا سعدنا بالجمهور المتميز سعدنا بالضيوف أيضا نبقى دائما نكرر أطفال ومواهب ما يهزهم ريح نشارك مع النشود ونسمع النشيد ونصفق مع بعض ممكن؟ يلا يلا كلنا مع بعض يلا أطفال ومواهب نحن كلمات ونطقها لحن نجدو حتى يقف الزمن يتمايل فرحا وسرورا أطفال ومواهب نحن كلمات ونطقها لحن نجدو حتى يقف الزمن يتمايل فرحا وسرورا